لم يتوقف الحطيئة عن نهجه في الهجاء بالرغم من أنه يتنافى مع القيم التي دعا إليها الإسلام. هذه الشخصية المعقدة، الشخصية الرافضة والمتمردة على الواقع من حولها، كانت تحقق ذاتها، تحقق وجودها، أصلاً وجودها مرفوض في مجتمعها، تحقق ذلك من خلال الهجاء، من خلال الهجاء. لو كان يريد التكسب بالمديح لفعل، لكنه وجد التكسب بالهجاء يحقق له نصراً ذاتياً، نصراً يعوض عقد النقص الموجودة لديه. لديه عقدة في جسده، لديه عقدة في نسبه، لديه عقدة مع أمه، مع أبيه. فمع سوء أخلاقه وجفاصته وقلة قدرته على الحياة والتعايش مع من حوله، لعل أكثر ما كان يخشى من هجائه ذلك الأسلوب اللاذع في سخريته وتهكمه، الأسلوب الذي يصيب ضحيته في الصميم. هذا ما نلمسه مثلاً بهجوه لزوج أمه. لحاك الله ثم لحاك حقاً أباً، ولحاك من عم وخال. فنعم الشيخ أنت على المخازي، وبئس الشيخ أنت لدى المعالي. جمعت اللؤمة لا حياك ربي، وأبواب السفاهة والضل.
الشعراء. أما تميز الهجاء عنده فيقع في أنه لا يقوم بذكر مساوئ الشخص، وإنما يجعله هزؤة، أي أنه يسخر منه سخرية ممضة بحيث يحط من قدره من دون أن يذكر السمات كما قلنا التي اعتاد عليها العرب في قضية الهجاء. كان قادراً على أن يضعها في الوزن الذي يريده. إيقاع قصائده كانت ذات إيقاع متزن في أغلبها، وأيضاً توجد لديه الصور المفاجئة، الصور التي فيها طرافة بالنسبة للمستمع أو للقارئ، وكان يتفنن في إيجاد الصورة المناسبة التي تبلغ ما يريده من هجاء الشخص الذي أو القبيلة التي يريد أن يهجمها. إذن السخرية اللاذعة والتهكم الفاضح هما الأساس في أسلوب الحطيئة الهجائي. لعل هذا ما يمكن مقابلته في زماننا بالفن البصري الساخر الذي يعرف بالكاريكاتير، خاصة ما يتناول منه الشخصيات العامة التي يراد الهزء بها وفضحها. لكأن الحطيئة الشاعر كان يرسم بالكلمات تلك الشخصيات التي أراد هجاءها بطريقة كاريكاتيرية. هذا صحيح، أنه لو كان هناك رسام يعني للكاريكاتير في ذلك الزمن لرسموا كاريكاتيرات يعني يشار إليها بالبنان وتتناقلها الأجيال، وربما تصبح مدرسة من مدارس الرسم بالكاريكاتير لو تقرأ قصائد الحطيئة، لأنه كل شعر تهكم، والكاريكاتير أساسا منصب على حالة النقد في جانبها التهكم. لا شك في أن الرسم الكاريكاتيري بالكلمات يبنى بموهبة تهكمية فائقة عند الحطيئة، ولعل أبرع صور هذه الموهبة تتجلى في هجائه لنفسه وهجائه لزوجته. يقول في هجاء زوجته مثلا: لها جسم برغوث وساق بعوضة. وانظر إلى عملية السخرية، وهذا أمر يعني يستخدم الآن في الرسم الكاريكاتيري. يعني إذا ما أرادت الكاريكاتيريون أن يسخروا، إما أن يضخموا مثلا بعض أجزاء من الجسد البشري أو أن ينحفوه بحسب الحالة. حتى أنه مثلا في زوجتي يقول: أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاعي. ولكاع هي المرأة اللئيمة. المديح هو الوجه الآخر لتكسب الحطيئة من شعره.
هو حقيقة كان يعني مقل في المديح، لأنه كان هجاؤه هو الذي يجلب له الرزق، يجعل الآخرين يتجنبونه، ولكنه استخدم المديح عندما قل عنده جانب الارتزاق في موضوع الهجاء. ومديحه لبني أنف الناقة هو كان بمثابتة هجاء لأعدائهم لمناوئهم، ولذلك قلت لك هو كان يجيد أن يطلسم قصيدة المديح بالهجاء والهجاء بالمديح. العطاء والإكرام هما المعيار الأكثر أهمية في ذهاب الحطيئة نحو المدح أو الهجاء، فقد يمدح من يكرمه ويعطيه، ثم لا يتوانى عن هجائه إذا أهانه أو أحجم عن إعطائه وإكرامه. هذا ما نجده مثلا في حكايته الشهيرة مع الزربقان ابن بدر التميمي الذي عرض عليه أن يستضيفه وأسرته، فمدحه الحطيئة بقوله: تقول خليلتي لما اشتكيت سيدركنا بنو القرم الهجاني. سيدركنا بنو القمر بن بدر سراج الليل للشمس الحصاني. فقلت: ادعي وأدعو إن أندى لصوت أن ينادي داعياني. فمن يك سائلا عني فإني أنا النمري جار الزبرقاني. تقول الحكاية أن زوجة الزبرقان كرهت جيرة الحطيئة وأسرته، فغادروا الديار في غياب صاحبها، وحين عاد الزبرقان لحق به إلى ديار خصمه بغيض شيخ قبيلة آل شماس، متهما إياه بتحريض ضيفه عليه. هذا ما استفز الحطيئة فهجاه قائلا: ما كان ذنب بغيض أن رأى رجلا ذا حاجة عاش في مستوعر شاسي، جارا لقوم أطالوا هون منزله وغادروه مقيما بين أرماسي. ملوا قراه وهرته كلابهم وجرحوه بأنياب وأضراس. دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد، فإنك أنت الطاعم الكاسي. طلب خصوم الزبرقان أن يهجو الزبرقان فأبى، لأنه عاش عند الزبرقان فترة من ثم أغروه كثيرا بالهيب، فكتب قصيدة ومنها البيت المعروف: دع المكارم لا تذهب لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. فأحس بكثير من الجرح الزبرقان بدر، فشكاه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر كان مشهور بالعدالة ومشهور بالعدالة، وقال عرض في البداية القصيدة كاملة على حسان بن ثابت وهو شاعر، فقال له: هل هجاه؟ فقال: يا أمير المؤمنين، لم يهجه وإنما سلح عليه. والمقصود أنه يعني تناوله، ولكن ليس بسوء، ليس بطريقة الهجاء المعروفة
التي شاعت في إلي، يعني أن يتناول أعراضه ويتناوله في بكل الموبقات التي كان يخشى منها الإنسان العربي، يعني أن تصف الإنسان العربي بغير الكرم، بغير الشجاعة، بغير الإقدام. هذه من الأشياء التي كانت تسمى المروءات، يعني كانت أشياء شديدة البأس على الإنسان العربي. قال له سلح علي. ثمة اختلاف بين الرواة والنقاد حول المقصود بتعبير سلح عليه، ولعل في حكم الخليفة عمر بن الخطاب على الحطيئة بسجنه في قاع بئر ما يوحي بذلك المقصود المهين الذي جعل الزبرقان يقول للخليفة: ما هجي أحد يا أمير المؤمنين بمثل ما هجاني به الحطيئة. الخليفة عمر الخطاب احتكم إلى حسان بن ثابت وقال له: ماذا تقول يا حسان في هذا البيت؟ أفيه شيء من الهجاء؟ قال له: بل أكثر ما معناه، بل أكثر من الهجاء، ولم يجه بل سلح عليه. وسلح عليه يعني تغوط عليه، تغوط عليه يعني. سواضح الشغلة؟ السلحان يعني الغاد. فهنا توقف الخليفة عمر الخطاب وقال في نفسه أن إذا كان الحطيئة يقصد بهذا الشكل معناها فعلا أساء بشكل كبير إلى هذا الرجل، فعاقبه بالحبس الشديد في قعر مظلمة بوادي ذي مرخ. هذا وادي يقع في بين جبلين أو بين تلين، وفي مكان شعب عجوزا إزاءها ثلاثة أشباح تخالهم بهما، حفاة عراة ما اغتذوا خبز ملة، ولا عرفوا للبر مذ خلقوا.
لم يكن الحطيئة استثناءً في أساليب هجائه فحسب، كان أيضاً استثناءً في سويته الفنية لشعره التي يرى الكثير من الرواة والنقاد أنها كانت عالية في الجاهلية وبقيت كذلك بعد إسلامه. ظلت السوية الفنية لشعره مرتفعة بعد الإسلام لأنه لم يدخل المقولات الإسلامية ولم يحجم عن البقايا، إذا جاز التعبير، السمات الإنسانية والسمات الخلقية التي كان يعتز بها الإنسان العربي قبل الإسلام. يعني السمات الخلقية، البأس والشدة وإكرام الضيف، ويعني كل هذه القيم التي كنا نسميها المروءة وشرب الخمر ومراحقة النساء، كل هذه من الأشياء التي كان يفخر بها الإنسان العربي قبل الإسلام. لكن عندما جاء الإسلام منع مثلا الخمر، ومنع مثلا يعني الفتك بأعراض الناس، ومنع أشياء كثيرة كانت من الصفات التي يعتز بها كثير من الشعراء وكثير من الناس، يعني الحالة الاجتماعية كانت تفرض مثل هذا الأمر. لكن الحطيئة لم يأتي الإسلام على قيمه التي كان يؤمن بها في الجاهلية، فتابع شعره السوية نفسها بعد أن جاء الإسلام، ولم يبدو لم تبدو روح الإسلام إلا في القليل من أشعاره، وخاصة في أواخر حياته، وهذا ما جعل يعني شعره يبقى على سوية متناظرة في الإسلام وقبل الإسلام، يعني في الجاهلية وفي الإسلام، وربما يكون واحد من الشعراء المفردين المخضرمين الذين حافظوا على سوية أشعارهم فنيا على الأقل بين الحالين، بين حالة الجاهلية والحالة الإسلامية التي جاءت فيها بعد. لم يكن الهجاء والمدح كل ما قاله الحطيئة من شعر، فمن شعره ما كان وعظاً وحكمة، كبيته الشهير الذي راح مثلاً: من يصنع المعروف لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. وفي وصيته الشهيرة يطالعنا شاهد ناصع يدلل على أن الحطيئة قال الشعر في أغراض أخرى غير الهجاء والمدح، فقد أوصى بقوله: أوصيكم بالشعر، فالشعر صعب وطويل سلمه، إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه، زلت به إلى الحضيض قدمه، والشعر لا يستطيعه من يظلمه، يريد أن يعربه فيعجمه، ولم يزل من حيث يأتي يحرسه، من يسم الأعداء يبقى من